على طول بقى ايه نلم للصناديق دي، نلم منين؟ من المواطن. وبعدين بقينا فجأة قدام مشهد من فيلم قرعوش، فيلم قرعوش اللي قاعد يفكر فيه ازاي يدبر موارد الصناديق، زي اللقطة اللي هتبقى ورايا دلوقتي دي. زكي رستم مع الوزير بتاعه قاعدين يفكروا ازاي يشتغلوا ويلموا ايه ارضا ازاي يلموا مع مستشاريه يقترحوا انواع من الضرائب على الشعب، زي ما هنشوف في اللقطه دي. اعرض بقى اللقطه دي نفكر الناس بالفيلم. كل من يضع على راسه من افراد الشعب عمامه او لبده او قاوق او اي غطاء للراس يدفع عن ذلك 40 دينار. عظيم قوي. كمان من رايي يا مولاي لو كانت حريريه او من قماش فاخر نخليها توصل 60 دينار. ده كلام ولو انه من بق بارطب، لكن جميل وجيه. معقول انا فين الاقي زيكم مستشارين عظام؟ وانت يا سلاح دار ما اتكلمت. هما دول مستشارين حقيقة اللي كانوا مع الخديوي اسماعيل. قرقوش ما عملش كده على فكرة، قرقوش كان راجل معماري عظيم، لكن احنا عارفين هو تم تشويه سيرته ازاي بإعلام كاذب برضو. انما اللي عمل كده هو الخديوي اسماعيل. وقعد الخديوي اسماعيل يفكر، انا بكرة ممكن اعرض لكم طريقة حاول الخديوي اسماعيل يلم بيها فلوس من الناس، طريقة غريبة جدا. الغريبة ان اللي وقفها نبار باشا، بكرة ممكن اعرضها لكم، وعايز يلم فلوس من الناس بأي طريقة. ففكر في طريقة عبقرية، او حد اقترح عليه طريقة عبقرية، انما اللي بوظها كلمة الى الابد. بكرة اقول لكم عليها. السيسي تخطى الخديوي اسماعيل، تخطى كل حاجة، لانه نموذج جديد من الحكام وفريد، ما ينفعش تحلله بمجرد وصفه بالعشوائية زي ما كتب او حاول يفهمنا الاستاذ صلاح الغزالي حرب في مقال طويل عريض في مصر اليوم بعنوان متى تتوقف القرارات العشوائية. شوف كده ادي مقاله اهو. الراجل كتب يقول لك نتذكر جميعا ما حدث ونحن في معركة الفيروس كوفيد-19، حيث كانت التعليمات الصارمة بمنع استخدام الشيشة في كل أرجاء البلاد، حتى جاء قانون المحل العامة سنة رقم كذا الذي بدأ تطبيقه في ديسمبر الحالي، والذي يمنع تقديم الشيشة وغيرها من أدوات التدخين إلا